جميل، اهلا وسهلا، شرفونا والله. بدنا نجدد لكم عصير. تعا تعا. أيوه. هات 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 عصير. خذ جدد هي يلا. والله فرحت اليوم ما بعطي لحد. ما صدقت انفجرت. يعني يا ريتني ما رديت عليكي واجيت. والله حاسه راسي رح ينفجر. معقول؟ وجعك راسك مضطجة ولا من اللي صار معك اليوم؟ لك ما بتعرفي شو صار. ليلاس اليوم خطفت بنت ولولا وجود بدر كنا تورطنا وفدنا على الحبوب. بالله هيك صح. يلا بما انه اجا بدر نحن شو قلنا داعي؟ شكل امك مبسوطه والله. تركيهم تركيهم، خليني تساوي اللي بدها، يعني المهم نرتاح شوي. والله صار عندي تزوجي 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 تزوجي، بدي انجلت والله. وما تتزوجي؟ لانه الشغله كثير سهله. يعني شو اللي بيمنعكم؟ وبعدين انتوا صرتوا زمان بتحبوا بعض. صراحة معها حق. خلصت من أمي، اجيتيني أنت هلا. أنا رح أقوم جاي على بالي أرقص. لا ما تعي أمي رقصي معي. لك ما تبلى هالفتلة. لميس هدول إمتى رح يروحوا على بيوتهم؟ شو صاير لك هلا بلشت الحفلة؟ شوفي القهوة شلون تبهدلت من وراهم. أول وآخر مرة بقبل أعمل خطبة هون، شو كان بدي بهالشغلة أنا؟ شو ها؟ إيه مرتضى، وأنت إمتى رح نفرح فيك؟ شكراً على هالاستفادة، ما كان ناقصني غيرك. شو حكينا؟